كنت لما بدرس في مدرسة المخيم اطلع اصحابي وقرابتي وزي هيك، كل واحد يعني كان من قرابتي عنده شغل وزي هيك، عرفتي كيف؟ اشوفهم بيشتغلوا وطلعوا فلوس. انا قلت لابوي بدي ابطل من المدرسة عشان ايش؟ اصير اشتغل. ابوي قال لي لا خليك ادرس. انا صرت اتعامل تعامل ثاني، يعني هيك صرت اتصرف تصرفات سيئة لان ابوي طلعني من المدرسة ومسكت الكتب وحركت. المدرسة قالت لأبوي جيب كتب واشتر وزي هيك، أبوي قال خليه. ونزلني عند أخوي أحمد كهربة سيارات. لما شفت أخوي قاسي معي في الشغل يضربني وزي هيك ويقول لي هات الكماش وهات الزرادية وهيك وهات الأسلاك، صرت هيك أحس بالندم. يوم من الأيام رحت على المدرسة، فوت على الصف بعد الدوام وقعدت على الدرج اللي كنت قاعد فيه، وين صاحبي اللي قال لي شو بتساوي هون يا عدي؟ قلت له بس هيك بدنا نسترد شيء من اللي راح. قال لي والله في الشباب اللي مبطلين من المدرسة شغل مدرسة المتسربين، بتسجل أولاد يداوموا في مدرسة العاشر وزي هيك وياخذوا شهادات. أخذني على المدير ودوامت، وهنا هسا حاب أكمل للآخر، مش مستعد أبطل. يعني خلص إني ندمت، يعني مش مستعد أبطل وأرجع زي ما كنت. عملنا شراكة مع وزارة التربية والتعليم، أسسنا معهم 36 مركز. ال 36 مركز هدول موزعين على 8 محافظات من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. هدول المراكز بيشتغلوا على سحب الفئة المستهدفة من سوق العمل وإلحاقهم بالتعليم حسب المسارات التعليمية اللي إحنا شغالين عليها بالمشروع. المسارات اللي ممكن حيل إلها الطفل المستهدف هي مسار التعليم غير النظامي اللي هو تابع لمدارس وزارة التربية والتعليم، والمسار التعليم الغير رسمي اللي هو تابع في جمعيات المجتمع المحلي، المسار الثالث اللي هو مسار التدريب المهني، المسار الرابع التدريب أثناء العمل. أنا كتير قبل ما أخذ دورة المهارات الحياة ما كنت أطلع ولا أروح، إلا إذا طلعت كنت أطلع مع أهلي وإخواني بس، أما أني أطلع لحالي هذا مرفوض كان عنا. بعدها صرت لما أخذتها صرت أثق في حالي وأقنع أهلي أني ما فيها إشي وما تخاف وزي هيك، فاقتنعوا صار يقتنعوا شوي شوي وصرت أثق في حالي. أنا ما كانت عندي الثقة هاي نهائيا، كنت أخاف من كل إشي، ما كنت أحكي مع الناس. بلشت أحكي معهم وكتير انبهروا إني كيف صرت أحكي معهم. فعالية هاي المسارات تهدف لصقل شخصية الطفل العامل من خلال اكسابه بعض المهارات الأساسية في القراءة والكتابة بالإضافة لتعديل السلوك. بعد ما يتخطى هاي المرحلة في تعزيز الثقافة للمتسربين بنعطيه شهادة بتوازي شهادة الصف العاشر لغاية استكمال دراسته إما بالتعليم المنزلي أو بالتدريب المهني. يعني أنا والله ما كنت بعرف أكتب، أكذب عليك ولا أحكي الصح، والله إن القلم لو تقولي لي أكتب والله ما بعرف أكتب. هيني من وراء يعني صرت أعرف أكتب وأقرأ، وأنا والله هاي أحسن شغلة سويتها في حياتي، يعني مبسوط كثير على الشيء اللي سويته هذا. يعني في حياتي ما كنت أتوقع أني أعرف أدرس ولا أحرف ولا أمسك القلم. أهمية التعليم للأطفال في هاي المرحلة العمرية تنبع من توفير بدائل تعليمية لهم وتعويضهم عن الحرمان التعليمي وسد الحاجات الاجتماعية والاقتصادية اللي بيعانوا منها في المجتمع. زي ما انت شايفين يعني بعد العناء والمشاكل اللي مرينا فيها هينا قاعدين في محل الواحد زي ما بيحكوها بالعامة يعني رئيس جمهورية نفسه، يعني المكان هذا مكانه وبحس حاله انه ملك للمكان هذا، واضطرينا نقعد نبيع بشيلين بعشر قروش وبربع ليرة عشان ما نحوجش حالنا ونأمن مستقبلنا ويصير لنا مستقبل يعني كثير حلو وبضحكة كمان.